سأل علي. قلت له ايه؟ عندك اكتئاب تتعالجي. سأل عن بابا؟ طب هو اقتنع بموضوع الحادثة؟ ايوه، بس كان عنده شوية اسئلة، كان قلقان علشان انتي ما سألتيهوش او ما كلمتيش معاه. ما كنتش عارفة اقول له ايه، علشان ما اعرفش هم قالوا له ايه. معلش معلش، فترة واحدة عندي. تفتكري انا ممكن اكون فعلا قتلتهم؟ انتي مش فاكرة حاجة خالص؟ مش فاكرة الحادثة ولا حتى فاكرة اليوم. مش فاكرة. طب تفتكري أنا ممكن أكون فعلا عملت كده؟ تاكل ايه؟ محشي. يا ولد يا ولد يا ولد. طيب جدتك فين بقى؟ في البلكونة. طب بقول لك ايه؟ روح كمل اكلك بس ما تخلصش. بقول لك ايه؟ مامتك بتسلم عليك. هي كويسة؟ سنك ما يسمحلكيش بكمية السجاير اللي بتشربيها دي يا اسهام. عايزة ايه يا نهال؟ رحت زرت مالك النهاردة. انت حقيقي ما رحتش تشوفيها لحد دلوقتي؟ ما رحت لهاش عشان انت تروحي لها وترجعي تقوليلي ان انا المقصرة، بس انت الحنينة اللي راحت زارت بنتي اللي انا ما عبرتهاش. أنا خايفة تكوني بتلوميها على اللي حصل. لا والله. أنتِ مش متخيلة حالتها عاملة إزاي. وأنتِ مش متخيلة أنا حالتي عاملة إزاي؟ ولا دي حاجة ما تهمكيش؟ لا يهمني، يهمني طبعًا يا سام. بس أنا عارفة ومتأكدة إنها اتظلمت. زي ما أنتِ اتظلمتي. بس هنفضل في دايرة الظلم ده كتير؟ الظلم إيه اللي أنتِ بتتكلمي عنه؟ تعرفي انت ايه عن الظلم عشان تتكلمي عنه بجد يعني؟ انت لا عمرك شلتي هم حاجه، ولا بيت ولا فلوس ولا عيال ولا اي مسؤوليه. يا حبيبتي احنا بنتكلم، انت مالك قلبتيها خناقه كده ليه؟ لا مفيش خناقه ولا حاجه، بس انت اللي مش فاهمه وعمرك ما هتفهمي كمان. انت جايه لي بمنتهى البساطه تحطي لي رجل على رجلي، عماله تراقبي في حياتي وتحكمي على تصرفاتي عشان توصلي في الاخر ان انا السبب في كل اللي حصل اني ما عرفتش اربي بناتي. انت فاكره يعني ان انا ممكن اخاف أقول لك إن هي دي الحقيقة؟ آه، كنت منتظرة إيه من بناتك بعد ما عيشتيهم طول السنين اللي فاتت دي في كبت؟ صح، أنتِ صح جدًا، أنتِ شاطرة وحلوة وعرفتي تساعدي نفسك، بس أنا بقى ما عرفتش أربي بناتي وعشان كده في الآخر قتلوا بعض. صح صح يا نيال، انت صح. ادم ادم
مش انت مش طايق عيشها معايا؟ اتفضل كلم عمتك خليها تيجي تنخزخ من الساحره الشريره. اتفضل. وانت ارتحتي؟ اطمنتي كده؟ كله تمام صح؟ يلا اتفضلي روحي شوفي اشغالك. كفايه عليكي قوي لحد كده، مش عايزه حد معايا، مش عايزه حد. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ملك؟ اتفضلي خشي. عامله ايه دلوقتي؟ لا بس وشك مستريح النهارده. تشربي حاجه؟ طيب قولي لي بقى، مين اللي جت زارتنا النهارده؟ خالتي. والزياره كانت حلوه ولا وحشه؟ حلوه، انا بحبها. طب قولي لي مين اللي عايزين يزورنا ولسه ما جاش؟ ماما، او يمكن هي جت وانا مش فاكره. لا انت صح يا ملك، هي فعلا لسه ما جاتش، اكيد مشغوله. كفايه عليها ادم. قولي لي يا ملك، انت ومامتك صحاب؟ يعني لو حصل اي حاجه بتروحي تتكلمي معاها على طول؟ لو حاسه انك مش عايزه تقولي بلاش. دكتور انا لو فعلا كنت قتلتهم ومش فاكره، ممكن اعمل كده زي هاله اموت نفسي؟ طب انا هروح لعمته علا. انت هتروحي فين يا خليكي قاعده هنا. لا يا حبيبي، انا كبرت على شغل المدارس ده. هترجعي امريكا بسرعه كده؟ مش هرجع قبل ما اطمن عليك وعلى مامتك. انا هروح اقعد في اوتيل احسن. اساعدك طيب؟ لا يا حبيبي، ما تشغلش بالك، انا اتعودت دايما شنطتي تبقى خفيفه في السفر. شيل انت يلا. دي تاني مره اني لحقتي من بيت لبيت من بعد الحادثة. حبيبي الحركة حلوة برضه، واعمل حسابك محدش بيتعلم وهو قاعد على كرسي. أنا عايز أقول لك حاجة، كل حاجة هنا بالورقة والقلم، أنا خلاص اتخنقت. يلا نخرج نشم شوية هوا. هنستناك يا طنط تزورينا وتزوري آدم في أي وقت، الهرم مش بعيد يعني. إن شاء الله. يلا يا حبيبي، السلام عليكم. عليكم السلام. في إيه؟ أنت اللي إيه؟ انت اللي ايه يا سهام؟ كان يجرى ايه يعني لو كنتي قلتي للولد كلمتين حلوين وهو في الظروف الصعبه دي؟ كان يجرى ايه يعني لو كنتي قلتي له بحبك؟ كنتي تفهميه ليه بتسيبيه يمشي؟ عشان انت بس بتمر بظروف نفسيه صعبه، كان هيحس ويفهم. الولد خلاص كبر. أكتر حاجة اتعلمتها في الشغلانة بتاعتي دي إن مهما الواحد يكون عنده ظروف صعبة وبيمر بمصيبة، في حد تاني عنده مصيبة أكبر وأقسى،
الحياة بتمر، الحياة ما بتقفش عند مصيبة حد. أنا عارفة المأساة اللي أنت عايشة فيه، بس لازم تقاومي وتقومي وتعيشي. عشان تعملي كده لازم تفهمي اللي حصل حصل ليه، عشان تقدري تقفلي الباب وراكي وتبصي لقدام وتعيشي. تعيشي يا سلام. انت بتسألني انا عملت كده ليه؟ اه عندك حق، ما انا كان لازم اصبر. ماله الصبر؟ بس انا كان لازم اعمل كده. شفت عملت اللي انت عايزه؟ عجبتك الاخرة؟ خليك بقى هناك، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. طبعا انت دلوقتي مستغربه وبتسالي نفسك، هو انا زيهم؟ وايه اللي جابني هنا؟ عرفتي ازاي؟ من عينيكي. العقلين لما بيبصوا على المجانين بعين عقله بيبان عليهم. يعني انا خفيت؟ انت عاوزه تخفي؟ انت عارفة لو خفيتي هتطلعي تلاقي ايه؟ ملك. سرحانة في ايه يا حبيبتي؟ الشيشه للمعلم كويس، هتفضل طول عمرك حمار، اتعلمنا صنعه بقى. والنبي عاوزه؟ نعم عاوز اركن هنا، بيتي هنا عاوز اركن. طب ما تركني في اي حته. اركن فين؟ وبعدين بيتي هنا، بقول لك عاوز اركن. طب ما احنا بناكل عيش بس. طب اعمل ايه طيب؟ امرنا الى الله، محدش يقدر يغلب الستات ابدا. وساعة ستة عشان امشي. حبيب قلبي نورت بيت عمتك، انت مش متخيل الولاد مبسوطين ازاي. يا ولاد ادم جه. ادم حبيب. اهلا يا ادم، منور. اخيرا هلاقي راجل اتكلم معاه في البيت ده. انت فعلا كنت لوحدك في البيت وكده اتعادلنا اتنين اتنين. انا والله مبسوط اني اقعد معاكم. يا حبيب قلبي نهى روح حضري السلطه على بال ما وري ادم الاوضه اللي هيقعد فيها. تعالى يا حبيبي. عيب يا معلم، انا هنا متخصص شغل. يلا. بصوا بقى، جبت لكم سريرين عشان ما يردينيش ابدا تنام جنب الواد ده. الواد ده بينام بالعرض مش بالطول زي بقيه البني ادمين. معلش يا ادم، انت عارف يعني ماما زي كل الامهات بتحب تبين مميزات ولادها. يا سلام يا اخوي. هاي حبيب قلبي، تختار تنام على انهي سرير؟ ممكن اخد اللي جوه. انت لسه هتسال؟ السرير اللي جوه ده بتاعك. علي سعد ابن خالك يحط هدوم في الدولاب على بال ما سكن لكم الغدا.
بص بقى يا معلم، انا شلت هدومي من الدرفه اليمين عشان تحط هدومك، ماشي؟ شكرا علي، انا مش عايز اسبب لك مشاكل. يعني مشاكل ايه يا عم؟ ده انت بسبب مجيتك ماما قالت لي لازم اروق الدولاب. تخيل لقيت شيرت ما كنتش لاقيه بقالي سنه. وبعدين انا مش عايز ازعجك، يعني بيجي لي تليفونات يعني ساعات بالليل كده. لا لا ما تقلقش، ومش لازم تقول لماما يعني ان مش كل اللي بيتصلوا بيا بالليل ولاد. ماشي ماشي. اخيرا هلاقي راجل اتكلم معاه في البيت ده يا ادم. Hey mom. Hi habibi, how are you? I truly miss you. I'm fine حبيبتي. I really miss you too. قولي لي انت عامله ايه؟ خالتك طردتني. Oh my god. Anyway mom, انا كنت عارف ان انت مش هتقدري تقعدي عندها فتره طويله. I know ايه اللي بيحصل لما انت وتنسهم بتقعدوا مع بعض for just like 5 minutes. It's like disasters. ف اوكي مش مهم. خلاص مام، just come back. انت كنت رايحه علشان تساعديها، وانت وانا عارفين كويس قوي ان هي ما كانتش هتقبل بده. فخلاص يعني I think your mission is done. ارجعي، انا رايي ان انت تقطعي الاجازه بتاعتك دي و just come back. مش هينفع مش هينفع، ما اقدرش ارجع الا لما اطمن على ادم وملك. انا مش عايزه اقول لك عايشين مأساة، كل واحد في حته، وبصراحه محتاجين حد معاهم. مام بليز ما تحمليش نفسك مسؤوليات اجتماعيه انت مش قدها. مسؤوليات انت وانا عارفين كويس قوي ان انت مش هتقدري تتحمليها، ولا حتى تتحملي النتائج بتاعتها دي. ولو ده حصل هيبقى for a really very short time يعني، ف ما تعمليش كده. عندك حق عندك حق. خلاص I promise I promise مش هعمل حاجة إلا لما أتكلم معاك وأرجع لك. أوكي يلا علشان أنت بس ما تتأخرش. ماشي حبيبتي، take care boy. take care حبيبي. تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اشجان، ودي الحاجات دي لمدام هاله. حاضر يا دكتور. اتفضل يا فندم. طمني يا دكتور. ان شاء الله خير. حضرتك استاذ سمير؟ استاذ سمير. مدام هاله حالتها سائد جدا بعد محاوله انتحار، بس ده على فكره مؤشر كويس مش وحش، لانه ده معناه انها بدات تستوعب اللي حصل، فطبيعي انه يحصل لها صدمه بعد ما تفهم. طب انا محتاج اشوفها ولو دقيقه واحده بس عشان اطمن. مش في مصلحتها دلوقتي. مدام هاله بعد ما استوعبت اللي حصل بقى عندها احساس شديد بتانيب الضمير، واي حد قريب منها او من جوزها الله يرحمه بيزود عندها الاحساس ده. احنا استدعينا حضرتك عشان تبقى معانا في الصوره ومتابع لحظه بلحظه. ان شاء الله بعد ما تشد حيلها كده وأدوية الكتاب تجيب نتيجة، هيبقى زيارتك ليها مفيدة أكتر بكتير. اللي تشوفه يا دكتور. الكحة دي عندك بقالها كام يوم؟ ما عنديش كحة. لا عندك كحة. عندك. يبقى لازم تاخدي أي دواء فيه باراسيتامول. عندك سكر؟ طيب يبقى خديه مفيش مشكلة. هتلاقيه هنا في صيدلية المستشفى، بس اوعي تاخديه أكتر من أسبوعين. مفيش دواء كحة بيتاخد أكتر من أسبوعين أصلا. حاضر يا دكتورة. أيوة دكتورة، غصب عنه دكتورة. طب يلا يا ست الدكتورة قومي عشان الغدا. يلا يلا يا بنات على الغدا، قومي يا ملك يلا عشان الغدا. يلا يلا على الغد. ايه
تتعبني وانت ماشي. انت اعمى؟ اسفين يا روح امك. خلاص يا باشا حقك علينا يا باشا. حقك خلاص يا باشا هيموت في ايديك. يا باشا هيموت في ايديك يا باشا. ما انتش تركوها. استنى بالله يا باشا. يا باشا استنى بالله. استنى بالله يا باشا. اطلع يا ابني بقى. على فين يا حلا؟ هاخد البرشامه بره مع الشاي. لا يا حلا ما ينفعش، لازم تاخدي البرشامه دلوقتي قدامي. شاطر حفظتي. وانت زيها بالظبط يا ملك. وشغلانتك بقى في البنك كانت حلوه؟ هي ممله بس شغلانه زي اي شغلانه، عارفه هي بتبقى حلوه في الاول، اول شهر سنه، بعد كده الحوارات هي هي مع العملاء والزملاء، طعم الشاي هو هو، بس شغلانه يعني. انا بقى في شغلانتي كنت بعيش حياتين ثلاثة أربعة. اه والله زي ما بقول لك كده. تعالي. ليه كنت بتشتغلي قطه؟ مش للدرجه دي، بس هي الست لازم تشتغل. الست اللي ما بتشتغلش يا اما هتموت بدري يا هتتجنن بدري. واضح. هما كده كل الستات في الاخر هيتجننوا من العيشه اللي احنا عايشينها. انا بقى كنت بشتغل موظفه في الاوقاف، صدفه والله، لا واسطه ولا غيره. ابويا ربنا يديله الصحه سمع من جماعه اصحابه ان هما عاملين وظايف لبتوع الدبلومات. قدم لي فقبلت. الشغلانه بتاعتي بقى كانت ايه؟ ان انا امسك البوفيه بتاع المصلحه. مصلحه؟ في الاول كنت بعمل شاي وقهوه بس، وبعد كده دخلت بقى سندوتشات الفول والطعميه. والفلوس والله كانت حلوه. بقى بوفيه ام عمرو ده هو الملجا لاي حد عاوز يتدفى من البرد، ولا عاوز يعبعب من اللي بيعملوه فيه مراته ولا عياله. لا وساعات تيجي الواحده من دول قال ايه تشتكي لي من جوزها. قال الراجل بينام بدري يوم الخميس. طب انا مالي يا اختي؟ هو انا كنت هروح اصحيه لك؟ ايه ايه يا هاله، انت معانا يا حبيبتي ولا مع الاسف؟ معاكوا فين؟ انتوا رحتوا في حته؟ عايزين كلنا قاعدين ملقحين هنا زي ما احنا. بقول لكم ايه يا بنات، ميعاد اللجنة اللي جاية قرب خلاص، تفتكروا مين اللي هيطلع المرة دي؟ يا ترى حركة الشرطة الأخرانية كانت مناسبة لسيادتك؟ شوف يا دكتور، التغيير عندنا في الداخلية ده شيء عادي جدا. الحركة الأخرانية فيها ناس محترمة، كفاءات أمنية على أعلى مستوى. بس طبعا الأمر ما يخلاش من بعض التحفظ على اسم هنا او هنا. اقعد يا ملك. شوف يا ملك، ورق المتابعه بتاعك بيقول انك اتحسنتي كتير عن الاول، بس لسه ما وصلتيش لمرحله الشفاء الكامل. انتي تحبي تخرجي ولا تقعدي هنا في المستشفى؟ مش عارفة. انتي عارفة انت جيتي هنا ليه؟ ورق قضيتك بيقول انك متهمة في قتل جوزك واختك، مع انك كنت بتروحي لدكتور نفساني. مش فاكرة. ايه رايك يا دكتور؟ والله يا فندم انا شايف انها اتحسنت جدا، وخروجها من المستشفى وقعدها في وسط اهلها هيساعدها على الشفاء الكامل. انا شايف ان لسه بدري قوي على الخطوه دي. بس يا فندم اللي تشوفه سيادتك.
مامي ادم بيسلم عليكي. الله يسلمه. هو عامل ايه؟ كويس، مبسوط بالقعده عند عمته علا ومصاحب ولادها. طب كويس الحمد لله. بيقول كمان ان انكل سليم بيعدي عليه وبيطمن عليه. عارفه يا مامي انا بحب انكل سليم قوي. وهو كمان بيحبك قوي. مامي هو ممكن تتجوزيه؟ اتجوز مين؟ انت بتجيبي الكلام ده منين؟ ايه يا ماما انا مش صغيره. لا طبعا صغيره لدرجه انك مش فاهمه الفرق بين الصحوبيه والحب. ايه الفرق بقى؟ الفرق هو اللي بيني وبين انكل سليم. انا اعرفه من زمان قوي، طول السنين اللي فاتت كان هو صاحبي اللي لما احتاجه الاقيه جنبي في اي وقت، خاصه وقت الازمات والمشاكل. بيساعدني وبيفكر معايا وبيحاول يفتح لي بيبان للحل. هو بيعمل كده ما كانش بيفكر غير انه يساعدني وبس، ما كانش عايز اي حاجه تانية. فهمتي الفرق دلوقتي يا ست شوشو يا كبيره؟ كان عندك أمل تخرجي النهاردة؟ دكتور أحمد كان مع الشمل. مفيش دكتور بيقول الحق، كلهم كدابين. انتي ليه بتقولي كده؟ عشان دي الحقيقة، ولو ما كانتش دي الحقيقة كان زمالي في العيادة بتاعتي بكشف على عيانين مش قاعدة هنا. انتي دكتورة بجد؟ أنا بطلع من العشرة الأوائل في دفعة كل سنة لغاية سنة خمسة، وطلعت رحلة في الجامعة ولقيت دكتور أدهم كان دكتور مادة صعبة جدا، بس أنا كنت فاهماها ومذاكراها، بس أنا فضحته. عارفة ليه فضحته؟ عشان كان عايزني أروح معاه البيت. أروح معاه البيت ليه وأنا دكتورة وشاطرة؟ بيقولوا إن أنا عندي اكتئاب. أنا ما عنديش اكتئاب ولا عندي بارانويا ولا عندي هلاوس، انا مش عيانة. اشتكيت لناس كتير ومحدش مصدقني. سقطني احمد المره مرتين واشتكيت لكل الناس ومحدش صدقني. بيقولوا ان انا حاولت اقتل البواب. ازاي اقتل البواب؟ ازاي؟ أنا دكتورة. يعني قرار اللجنة إيه من الآخر يا سليم؟ زي ما قلت لك كده، هم شايفين ان حالتها اتحسنت بس مش بشكل يسمح لها انها تخرج دلوقتي. يعني هتخرج امتى يا سليم؟ لا دي تاخد وقت، يعني ممكن شهور، مش قبل اجتماع اللجنه الجايه. ممكن سجاير؟ بعد كده بقى ممكن نخرجها وندخلها مستشفى خاص، تقعد اسبوعين ثلاثه لحد ما يتاكدوا انها كويسه ومش خطر على حد. بعد كده بقى تخرج من الكابوس اللي هي فيه ده. هو انت مش ناويه تزوريها؟ مش عارفه، كل ما افتكر عايش نفس الرعب اللي عشته من الحادثة يا سليم، مش قادرة. بتوقف نفس الرسالة. ازاي؟
ازاي قدرت؟ ازاي قدرت؟ ازاي كنت عايشه في كوكب وهم في كوكب تاني وانا مش تاني هنا؟ انت مش لوحدك في الموضوع ده. كل اللي زيك وتحملوا المسؤوليه بدري كانوا زيك كده برضه. مش هقدر اشوف ملك غير لما افهم. تفهمي ايه؟ احمد وندى خلاص راح، وملك كمان عقلها راح. وانت؟ انا ايه؟ تعلق في راسك فهمي. انا زيك بالظبط، مش فاهم اي حاجه، حتى بحاولش افهم عشان ما اتجننش. انا القرار الوحيد اللي عرفت اخده ما فكرش في الموضوع ده، ما حاولش حتى افهم. ازاي قادر تساعد ملك؟ تعرف ان هي اللي قتلت مراته؟